السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمرز. كل يوم مثل ما انتم شايفين عندنا تجربة للعبة بالادينكس. طبعا اللعبة هذه نظامها اونلاين شوتر، قريبة بشكل كبير من لعبة اوفر ووتش. للأمانة ما تعمقت في اللعبة ولا قريت عنها ولا شفت لها اي شيء، مجرد عروض من قبل، وهذه الحين نزلت بنسخة بيتا. ارسل لي شخص اسمه علي، يعطيه العافية على هذا الشيء، دائما يرسل لي الكودات، وحبيت اني اجربها اليوم. ومن خلال هذا المقطع يعني ما راح اعطيكم انطباع ولا راي فيها، لانه ما يمديني تقريبا، هذا اول جيم راح العبه او ثاني جيم، بس مجرد اني بوريكم شكل اللعبه ونستمتع فيها مع بعض ونشوفها وبس. هذه هي الفكره من المقطع، فاتمنى يعجبكم تستمتعون معاي. مثل ما انتم شايفين الحين عندنا المنيو، طبعا المنيو يعلق، قالوا لي كثير عنه فعلا يعلق، يعني مرات الصوت وكذا. اللي نشوفه هنا عندنا تشامبيونز وستور واشياء ولوت، يعني تشيست بروفايل بوست، اشياء يعني تقريبا نفس يعني اوفر ووتش. لكن خلونا اهم شيء نشوف الجيم بلاي. طبعا نضغط بلاي. عندنا الكاجوال، عندنا اللي هو الكومبتيتيف، تنافسي وتريننج وكاستم، مو مبطل الحين. وفي الريجن، تقدر تختار الريجن، طبعا هذا شيء حلو عشان اللاج وهذه الامور. فالحين هذا المنيو تشوفونه فيها شخصيات، طبعا الشخصيات اكيد انها كلاسات، كل مجموعه يعتبرون كلاس اذا ماني غلطان. دامج وفرونت لاين فلانك وسبورت. خلنا على السبورت انا، او هذا كنا راتشت، خلنا ناخذه سنجاب بيب اسمه. عندنا هنا اشياء طبعا تتغير من ناحية اللبس والشكل، الخوذة، بس طبعا ما عندنا ولا شيء مفتوح الحين. الدرع، السلاح. اوكي، عموما تشوفون على اليمين وعلى اليسار اللي هم الفريق، فريقنا وفريق الاعداء. 5 لاعبين مثل ما تشوفون، شخصيات بعضهم مقارب لاوفر واتش من ناحية الشكل والصور. انا قلت انه ما ابي اقارن يعني باوفر واتش، لكن غصبا عليك كنت تلعب، لان اوفر واتش يعني اكتسحت السنه اللي هي فاتت 2016 لين الحين شغاله اللعبه بشكل قوي، فلازم يدخل لها يعني منافس. ما ادري اذا اللعبه هذه راح تنافسها او لا، لكن هذا اللي قاعد اشوفه مبدئيا، كاني اشوف اوفر واتش جزء ثاني. طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا هنا بطاقات نختارها في بدايه الجيم، اشياء يعني راح تسويها. وصراحة الميوزك مثل ما سمعتوا، الحين انا بديت معي الحصان عشان بداية الجيم مثل ما تكون محكورين في مكان معين، نفس طريقة اوفر واتش، بعدين يبدأ الجيم وتروح لمكان اللقاء او الحرب. المشن للامانة كابتشر، يعني هذا اللي فهمته، ما ادري اذا في شيء ثاني المفروض اني اسويه ولا. عموما وصلنا للمكان الحدث، خلينا نبدأ الجيم كأني العب اي شخصية في اوفر واتش. انا صراحة مو متعمق في لعبة اوفر واتش، لكن هذا الاحساس صراحة وانا قاعد العب الحين. يموت هذا. حلو الجيم بلاي، يعني سلس، ما اشوف ان هذا تقريبا كان نسخة بيتا، اشوف يعني شيء لا بأس فيه صراحة. نفس الفونت والالوان، الواحد ما ودي الواتش، لكن هذا الشيء اللي قاعد اشوفه حاليا. بس بغض النظر عموما، اوفر واتش ولا اوفر واتش غير اوفر واتش عفوا، اهم شيء ان الجيم بلاي يكون حلو، هذا هو يعني الاساس. احنا نبي نلعب الجيم عشان نستمتع، مو عشان مثلا ننحاز حق لعبه معينه. لكن صراحة اشوف انه شيء متعوب عليه مبدئيا. اللعب سهل، اوكي ما راح اغير شخصيتين، بس ريبلاي شيء جميل صراحه، شخصيات قدرات مختلفه. زين شلون نسوي سكيب؟ اوكي حلو موضوع الحصان هذا، اول ما تبدا يعني هو اللي بس يسرع وصولك لل يعني المعركه وكذا، فشيء حلو بدل ما تكون مشيتك بطيئه وتاخذ وقت على ما توصل، على ما توصل يمكن يصير شيء وتغير مجريات المباراه. حلو كل، اشوف الكل فيها سهل، ما ادري اذا سلاحي قوي ولا هي سهله اللعبه. شنو كل كل انا قاعد اذبح كل واحد المسه بس يموت. عموما مشيت اتنرفز. هذه سيارة الأعداء ممكن تجرب. يقدر سوبر روبن، يو ترتيب كله. اوكي
جربت. سوبر وزن يلا والله مسحت الفريق كله شيء صراحة. شيت عرف مكاني. شلون غير شخصي؟ حلو. اوه مسحت الفريق كله. حلو حلو حلو. هذه ما تنفجر ماكله ولا بس نطق الفريق يعني. اوه يا سلام خوش هيت. حلو. هذه مبدئيا الاشياء ما بعد الجيم، تشوفون الانجازات والفريق الثاني، ونضغط في هوم وفي بلاي اجين. نضغط بلاي اجين. نبدأ الحين جيم ثاني، لكن صراحة ما ودي أغير شخصيتي لأنه كان فعلا قوي وصراحة جميل، لكن نحتاج أن نغير. خنشوف فرونت لاين، يلا نجرب هجوم. شوف الشخصية هذا شكله خايس صراحة ثقيل. فطبعا ألعاب الشوتر النوع هذا اللي هي الأونلاين أهم شيء يكون فيها الخريطة تكون حلوة، لأن بعض الألعاب تكون لعبة جميلة لكن الخرائط يعني تعيسة. هذا شيء مبدئيا المرحلة جربتها حلوة، أتمنى المرحلة الثانية تكون أحلى. خلينا نشوف هذه اللي تشتري. خلينا نشتري اشياء حق الاوفنس بما اني انا مهاجم. عندي 400، خلينا ناخذ هذا 400. اوكي طلع الحصان، نتجه الى المعركة. اسمع اسمع اسمع، كأنه اوفر واتش. اسمع الاغنية. يلا بدأ الجيم. كل يا سلام. كل دبل كيل. حلو والله ثقيل الشخصية هذه، بس واو يا عمي جنال اوفر واتش نسخ، والله نسخ يا جماعة، نفس الاسلحة نفس الشخصيات. اوه كيل، لا لا شيء شيء صراحة الشخصية هذه حلوة. واو شو الحركات، مو قادرين علي مو قادرين علي. كيل دبل كيل، روح ما شاء الله. تمام تعال هني اقول ما شاء الله، هذا احسن شخصية صراحة لعبت فيه بكل الالعاب الاونلاين للحين. 5 كيلز ان ارو، هذا ان شاء الله بعد. يلا بلف. حلو حلو، اتوقع معي سبورت من ورا قاعد يهيلني، مو معقولة اذبح 5 ومو قادرين علي. ضيعت صراحة ما ادري منو فريقي. حلو سنايبر، لا والله شفته سنايبر. انقهر الضار قال هذا ذبح فريقنا كله. اوف هيد شوت. حلو اوكي، في شيء لاحظته ما ادري الشخصيات اوفر باورد ولا انا قاعد العب يعني بتركيز، لكن ما اتوقع انا صراحة حتى في اوفر واتش ما كنت يعني مميز ابدا، يعني تقدر تقول عندي نوب في اوفر واتش، مع اني لعبتها اكثر من هذا، هذه ثاني جيم الحين وفي ابداع. فهل السر اني مركز او الشخصيات قوية؟ ما ادري صراحة، بس عموما دخلت في نص التيم هني. انسى انسى الموضوع، عسى ما اشر 6 شخصيات علي. هاي ما يموت والله. تعال هني، ما سحبت الاكبر واحد. شوف 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 الحركة هاي حلوة، مو قادرين يذبحوني ليش؟ هيد شوت روح. اللي بعده دبل كيل، يلا كيل ستريك روح. اللي بعده ايش رايكم بالابداع بس؟ تعال هيد شوت روح.
خلاص انا اعتبر اقوى لاعب في لعبة فرديت. خلاص حبيت اللعبة وراح اشتريها واعطيها 10 من 10. هذا الابداع صراحة. لحظة انا بس انا قاعد اذبح. حلو كوش بليد. هذا السنايبر الكلب اللي ذبحتني قبل شوي. يلا مع السلامة. روح دبل كيل سنايبر سنايبر. لا 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 يلا يلا اللي بعده. واو ها آه سوبر روبن تعال تعال. وين راح؟ حلو حلو الوان هاي شو تسوي؟ شيلد. اوكي 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 في شيء غلط مش قاعد يصير بالجيم. 26 كيلو على سمك شر. حلو الشيء اللي هذا صراحة عجبني. هذا معانا ولا ضدنا؟ اوكي معانا. حطني بزاوية. اوكي اعتقد فزنا وصلت السيارة للموقع المطلوب. ثاني جيم. عموما هذه القائمة بعد الجيم تشوفون الشخصيات كل واحد شنو عنده. ريورد سكور. اوكي نرجع للشخصيات. طبعا جربنا اللي هو فرونت لاين جربنا السبورت. هذا شكله حلو هذا شنو سبون. ما طلع. يا سلام ما راح اتكلم انا. هذا منو؟ اللي عارف منو الشخصية في اوفر واتش يكتب في الكومنت. ما راح اقول لكم منو. امبلويمنت انا على 5% هذه زينة. 3 2 1 حلو حصان. خش خريطة هذه. فيرست بلود. عموما انا اكتشفت شيء لان الفريق اللي قاعد يلعب معي اي اي يعني مو اونلاين فهذا الوضع ليش الابداع اللي صار. بس انا ما ادري ليش دخل معي الكمبيوتر ما دخل معي الاونلاين لكن اهم شيء نشوف اللعبه صح ولا لا. هذا المهم نشوف اللعبه وطريقتها واسلوبها والاسلحه والشخصيات. هذا هو يعني المقطع هذا ما هو لا تعال تعال نجرب عليه الاسلحه. أروان تقريبا الأبروتي هذا كلهم متشابهين فيها. نجرب
شيء نشتري هذا. قوي إذا لعبت ضد كمبيوتر. بدك تقاتل وانت فوق نفسك. اعتقد كافي لهني، شفتوا اللعبة طلع عرفتوا طريقتها انها فعلا نسخة اوفر ووتش. فبس حبيت استعرضكم اللعبة من خلال هذا المقطع، اتمنى عجبكم ولو اني ما تكلمت فيه بكثرة لاني فعلا متنح وقاعد اركز في اللعب. اتمنى عجبكم، اتمنى استمتعتوا فيه، اتمنى اخذتوا فكرة عن اللعبة، وان شاء الله تلقبوا مقاطع اكثر في القناة قريب. فعلا اتمنى انكم تشاركون رايكم في اللعبه اذا عجبتكم ما عجبتكم. هل انت يعني لاعب اوفر ووتش تشوف انها تستحق انك تجرب هذه اللعبه او لا، او اذا انت ما لعبت اوفر ووتش هل تبي تعطي اللعبه هذه فرصه؟ يعني شاركونا في النقاش تحت، ويعطيكم العافيه. ان شاء الله اشوفكم في مقطع ثاني. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.